هي بنت منطقة مزاد، مزادية أصل عن أب وأم، من ولد فارس، من ولد مراح وولد فارس. أنا في أبو ظبي، أنا في أبو ظبي دولة الإمارات العربية المتحدة، لسه خيرها علينا كبير. بالنسبة لمنطقة، أنا بنت كازا، تكبرت في كازا وتولدت في كازا، ولكن بحكم العزيز عليا البادية يعني رجعت للبادية، رجعت لشي حاجة يعني كترتاح فيها وكنبغيها. أنا شفتي أنا درت لله وما بغيتش نبان، وانا كنأكد كنقول ما باغاش نبان. علاش؟ لان كاينين شي ناس تاخذوها بانني عندي اهداف تانية، عندي اهداف انتخابية، عندي والله راحت باغي ندير بوز، عندي انا ما عنديش اهداف كامل. هادشي ما كاينش نهائي دورات سياسية، وانا يا ربي شاهد على الهضره اللي كنقول دابا، لا سياسيه. وكما كنقول نهار اللي شوفوا الانتخابات يجيو يعني حاسبوني، انا ما عندي لا انتخابات ولا سياسيه ولا بول ولا ما طمعت في شي حاجه، الا طالعه في الاخيره ديالي تكون مزيانه. انا يا ما كملت الدراسه ديالي، هذاك الشيء علاش هو اللي خلاني انا ندير هذه البادره. هو المبلغ ما كانش محدد، فاش فكرت ندير ثانويه او نصلح مدرسه ما كانش محدد، ولكن ملي درنا واحد الدراسه هي اللي خلاتنا نقرروا الدراسه غيتكلف ما يقارب 12 مليون ديال الدرهم. يعني الدراسه هي اللي حددت المبلغ، وضحت المبلغ شحال غيكون. بحكم اني كنجي هنا للمنطقه وكنشوف المعاناه، تشتكك بالناس بالمنطقه، كنشوف بان الوليدات مثلا صح، انا غدا مثلا في الطريق يبان لي وليدات ما يدين مع 7 الصباح كلمه كطيح، غاديين فين غاديين؟ غاديين نقراو، يعني كيدير اوتوستوب في الطريق. انا هادشي بقى فيا الحال. علاش؟ يعني واخا الانسان يدير اكثر من المجهود ديالو باش ينقذ هاد الوليدات وهاد البنيات، باش ما يكثر الاغتصابات، المخدرات ما تكثرش، يعني نحاول نحميو هاد الوليدات. وانا لان بحكم اختار المنطقه، لان انا بنت المنطقه. شوفي انا اول ما فكرت ندير المشروع طرقت بالمسؤولين، المسؤولين رحبوا، قالوا مرحبا الف مرحبا. يعني المسؤولين انا هما اللي غيكملوا المسيره، المسؤولين هما اللي غادي يكملوا هذه القافله. انا من الثانويه المسؤولين راه غادي يجيبوا تلاميذ، غادي يجيبوا اساتذه، غادي يجيبوا اطر، يعني غتكلفهم، راه ماشي غتبنى صافي وغادي تبقى، راه غادي يمولوها، يعني تعزي راه كتكلف. فانا بالعكس انا كنشكرهم لانهم ساعدوني، وبالعكس هم انا كنت كنقول لهم الاجازات هما اللي تكلفوا، كيقول لك لا انت اللي تكلفوا، انت اللي تمشي، انت اللي توقفي. انا شفت خدموا لي بليد كمسؤول كمواطن، خدموا ايد بايد، نزيدوا نحترم بالقدام ونزيدوا بشي حوايج ناقصه القراوي وناقصه. وحتى هاد الوليدات انت الا قريناهم صح راه هما المجتمع، هما وليدات المغرب. كما انا كنقولها دائما، راه الاطفال اللي طالعين هاد الجيل راه ما وليدات المغرب، لا انا ولا جدودنا ولا حتى حد مبقى، شكون اللي طالع جديد؟ طالعين هاد الاطفال هما اللي طالعين. يعني معناتها خاص نكونوا هاد الطفل، نكونوا صح. وخصوصا كنأكد على التعليم الاولي، التعليم الاولي راه هو اساس الدراسه، لان يعني الدرهم يمكن غادي يدخل من الاول داخل كيقرا، يعني كيفاش غيستوعب؟ فانا كنشجع تم التعليم الاولي يكون من اساسيات التعليم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.